اهلا بحضراتكم من جديد. واكيد اي نجاح او اي يعني انجاز بيتم تحقيقه ورا في الكواليس في جندي مجهول بيكون هو اللي بيدير، هو اللي بيخطط، هو اللي زي ما بيقولوا بيعد. وطبعا اي مدرب او اي مدير فني علاقته باللاعب مش بس انه مدربه، لا ده بيبقى طبيبه النفسي، بيبقى حد من اسرته بيثق فيه. فعندنا اكيد مديرين فنيين ومدربين على اعلى مستوى ساهموا في هذا الانجاز، ان لاعبتنا الحقيقه يعني ساعدوا منتخبات مصر ومش كده بس، ويحققوا ميداليات ويرجعوا بترتيب كبير. ضيفي دلوقتي هو احد طبعا هؤلاء الجنود المجهوله، مش عايز اقول مجهود يعني مجهوله ومعلومه في نفس الوقت، لانه بيدي للعيبته خبراته وبينقلهم نقله فنيه كبيره. معايا احد يعني عناصر هذا النجاح، معايا كابتن تامر جمال الدين، المدير طبعا المدرب الكاتا في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات. اهلا بيك يا كابتن تامر. اهلا بحضرتك استاذ اسامه، منورنا. واكيد انت اكتر واحد سعيد النهارده. طبعا الحقيقه ولاعيبه النادي الاهلي، طبعا لعيبه النادي الاهلي دايما مشرفينا في كل المحافل الدوليه، وطبعا تكريم الرئيس ده حاجه كبيره جدا ليهم، وحاجه اسعدتنا كلنا، كل الجهاز النادي كله يعني اداري وفني وطبي. فدي حاجه ان شاء الله باستمرار لعيبه النادي الاهلي يبقى على منصات التتويج ويبقى محط انظار كده تكريم الرئيس ان شاء الله. ان شاء الله. ويمكن لعيبه الكتف في النادي الاهلي يعني اكيد مروا معاك بفترات طويله من التدريب، ويمكن اخص بالذكر مصطفى. مصطفى جوباشي انت مرنته من 3 سنوات ونص حتى الان، يعني 20 سنه انت اللي بتمرنه. سعيد بانجاز مصطفى؟ اكيد طبعا، مصطفى دايما مشرفنا طبعا، مشرفني انا شخصيا، مشرف النادي الاهلي ومصر كلها. مصطفى فعلا زي ما حضرتك كده قلت، هو بادئ من هو عنده 3 سنين ونص، وكان لسه يعني حاجه صغيره كده، كنت انا متنبئ له ان هو هيبقى بطل العالم. فعلا يعني انت فعلا توقعت له كده؟ طب دي حاجه جميله، يعني هو كان خامه يعني. يعني انا الحمد لله يعني بيبقى عندي برضو كده نظره ان اللاعب اللي هو بعرفه من بصه عينيه واهتمامه وتركيزه ان هو عايز يعمل حاجه. من 3 سنين ونص شفت ده؟ انا شايفه بجد. في انا كان عندي طبعا خبرات قبلها يعني طبعا، وكان مصطفى كان من اول تجاربي كمان في النادي الاهلي يعني. يعني انا في النادي الاهلي من 2005، فمصطفى من اوائل اللعيبه اللي مرنتها في النادي الاهلي، وهو كان اصغر لاعب في التيم. يعني هو اصلا حتى احنا بنبدا دايما مدارس الكاراتيه المينيمم يعني 4 سنين، فهو كان يعني اتحط لي ان هو ابص عليه الاول هو هينفع ولا لا. فهو كان يعني محط نظري اصلا ان انا عايز اشوفه ان هو حد لسه اصلا سنه ما كملش 4 سنين. الجميل ان هو صناعه ايدك يعني ما شاء الله، يعني انت من 3 سنوات ونص توصله ما شاء الله حتى يتكرم من سياده الرئيس، وقبليها انجاز كبير في بطوله العاب الافريقيه وكمان على منصات التتويج في بطولات العالم. فالنهارده اكيد يعني ده يمثل لك شيء، يمثل لك تعبك، شقاك، يمثل لك رؤيتك، تحديك لنفسك. ما انت تحديت نفسك عشان طبعا يمثل لك ايه يعني. ونهى كمان اتمرنت معاك فتره من الفترات. نهى اتمرنت معايا في فرق جماعي يعني، جماعي صغيره 12 سنه 13 سنه كده يعني. طب شعورك ايه يعني؟ هل انت النهارده بتقول لا انا عايز اعيد التجربه تاني مع مصطفى، عايز اشوف 10 مصطفى تاني يعني؟ طبعا عيد معاهم التجربه. هو انا اوريدي انا بعمل كده فعلا، انا لحد الان بعد يعني الفتره دي كلها برضو ما زلت بحب ان انا يعني اخد اللعيب اللي هو الصغير الحزام الابيض دوت، ويعني اشتغل معاه حاجه حاجه واوصله يعني كده ان شاء الله يبقى لعيب منتخب ويشرف كده النادي الاهلي ومصر كلها ان شاء الله. ايه متعتك في كده؟ متعتي ان انا بشوف يعني حاجه زرعه انت بتربيها. يعني انا اصلا يعني راجل تربوي اصلا يعني، بعيده حتى عن مجال الرياضه يعني. نعم. انا يعني اشتغلت حتى في التدريس يعني في لغه انجليزيه فتره فعلا ما شاء الله. فبحب يعني الحته دي، لان انا يعني ابني لاعب وازرعه وازرع فيه شويه برضو الحاجات الايثكس يعني بتاعت الرياضه عموما والمنافسه، ويبقى يعني عنده الطموح وعنده المثابره، ولما نقع نرجع نقوم تاني ونكافح تاني، ويبقى دي اسلوب حياتنا. لان احنا في الاخر كده كده في يوم من الايام هنبطل رياضه، بس الشخصيه هتفضل عايشه. فشخصيه اللاعب اللي يفضل عنده روح يعني المثابره، وان هو عنده روح الكفاح، وان هو حتى مهما حصل له من مشاكل يقدر يعني يمانج المشاكل دي، فدي يعني شخصيه انا بحب ابنيها اصلا حتى قبل البطوله يعني.